حسنات الوش أو الشمات اللي الناس كلها بتعتبر إنها رمز للجمال، لكن أنت سألت نفسك قبل كده إيه سبب ظهور الحسنات أو الشمات في الوجه؟ أول سبب في ظهور الحسنات في الوش هو التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأن الأشعة فوق البنفسجية بتعمل على تلف الخلايا الجلدية في الوش، واللي بدوره بيعمل على تحفيز إنتاج الميلانين، وده اللي بيسبب حدوث اللون البني في البشرة. أما السبب الثاني هو التغيرات الهرمونية، لأن التغيرات الهرمونية لها دور كبير جدا في ظهور الشمات، وبالأخص في فترة المراهقة أو الحمل، لأن تغيير مستويات الهرمونات في الجسم بيعمل برضو على إنتاج الميلانين، واللي بدوره بيسبب في ظهور الشمات. أما العامل الثالث فهو الوراثة، فلو كان عندك حد قريبك عنده شمات وبالأخص أب أو أم، فده بيكون السبب الرئيسي في ظهور الشمات في الوش. أما العامل الرابع فهو الإصابات والحروق، لأن بعد الحروق ما بتتعالج ويتم الشفاء منها نهائي بتظهر بعض الشمات أثناء عملية الشفاء. أما العامل الخامس فهو العوامل البيئية، لأن التلوث في الجو له دور كبير جدا في ظهور الشمات، لأنه بيعمل على تهيج البشرة، واللي بدوره بيسبب في ظهور الشمات. لكن الحسنات أو الشمات ارتبطت في مجتمعنا كأنها علامات للجمال، لكنها في الحقيقة ملهاش علاقة بالجمال.